تحية عالية لجميع المناضلين والمناضلات، تحية إجلال الصواب لكافة المناضلين عن حقهم المشروع وعن كرامتهم في العيش الكريم، تحية لأخينا المعتقل في سجون الضوء أخونا العريس زهير العريسي. إخوة المناضلين، جاءت هذه الوقفة احتجاجية كتتويجا لمسيرة من النضالية، مسيرة نضالية طويلة، وتتويجا لمجموعة من الحوارات العقيمة التي كانت مع اللجنة التقنية أو الوزارة الوصية التي أنتم على بالها وشرفتها. فمرحبا بكم عند المسؤول، مرحبا بكم عند رب الحل، رب مصيركم. ها هو السيد المسؤول عن مصيركم ومصير عائلتكم وأسركم. المسيرة ديالنا النضالية كانت حافلة بالإنجازات، والكل يشهد بذلك وطنيا ودوليا. كانت مسيرة سلمية، مسيرة سلمية وحضارية تثبت الوعي النضالي لكافة الإخوة المناضلين، ونريدها أن تنتهي سلمية وحضارية كذلك. فهدفنا اليوم هو الاحتجاج، والاحتجاج حق المشروع، الاحتجاج عن الضرب وعن التعنت وعن عدم احترام القانون. نطالب